طبعا هذه الفكرة بدت في سنة 79 عندما قام المؤسس طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بتبرع لمركز أبحاث زراعة الكبد في مستشفى كينجز في بريطانيا. هذا الإنجاز اللي تحقق اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل التبرع اللي قام بالمؤسس طيب الله ثراه. قمنا بافتتاح في سنة 2023 أول مركز لزراعة الكبد للبالغين في إمارة دبي في مستشفى كينجز كوليدج لندن دبي هيلز. وفي سنة 2024 حققنا إنجاز ثاني وهو مركز لزراعة الكبد للأطفال. المركز هذا يقدم خدمات ما كانت متوفرة في السابق. اليوم الخدمات هذه متوفرة للمواطنين وللمقيمين اللي الدولة مركزة على طول في موضوع الاهتمام بصحة المواطن والمقيم لجلب أفضل ما هو جديد فيما يتعلق بالرعاية الطبية والصحية في هذه الدولة. المركز هذا بحسب ما سمعت اليوم من المختصين اللي جايين من مركز زراعة الكبد في بريطانيا إنهم يتوقعوا هذا يكون من أفضل المراكز في العالم، لأن أفضل الخبرات والخبرات اللي جلبناها من عدة دول من العالم، وجميع الأطباء والبروفيسورية والمختصين كلهم عندهم خبرة طويلة في زراعة الكبد. يعني مثل ما سمعت اليوم في دكتور عامل 8000 عملية وفي دكتور ثاني عامل 6000 عملية وكلهم زراعة كبد. فنحن في دبي دائما نركز على الجودة ونركز على صحة المريض ونجلب أفضل ما هو موجود في العالم من الأجهزة ومن الكادر الطبي. يكفي الاسم اللي عطتني إياه دولة الإمارات ويكفي الاسم اللي عطتني إياه دبي والبنية التحتية اللي نمتاز فيها عن دول العالم. اليوم الاهتمام كثير بالسياحة العلاجية، فصرنا في الإمارات وفي دبي بشكل خاص نشوف مرضى من دول عالمية كبيرة عندهم الرعاية الصحية الجيدة متوفر، بس يختاروا دبي لأن البنية التحتية اللي متوفرة في الإمارات وفي دبي بشكل خاص ما أتصور أنها متوفرة في دول كثيرة. فالخدمات اليوم في دبي تكمل بعضها بعض، الخدمات اللي متعلقة بالرعاية الصحية طبعاً الوصول لهذه الرعاية الصحية. إمارة دبي تقوم بدعمنا من ناحية الاسم، من ناحية البنية التحتية، من ناحية الخدمات، من ناحية الأمن، من ناحية كل ما يحتاجه المريض. فعندنا مرضى يجونا من الصين، عندنا مرضى يجونا من أمريكا، ليسوا مقيمين في دبي بس يختاروا دبي ويختاروا مستشفى كينجز للرعاية الصحية اللي موجودة من ناحية الجودة. With the development of this Center of Excellence at King's College Hospital London, the patients in Dubai and UAE do not have to fly out of the country anymore. All the expertise are available now in the country. They can be with their families here and get the treatment which is available now. And they get exactly the same treatment which they would have got back in London. So this is what we offer now at King's College Dubai. One of the biggest things which we are offering now is that with the expertise we have, we offer a split liver technique which actually allows one organ which can be used for two patients at the same time. So with one liver you can save an adult and a child at the same time.